أفادت وكالة الأنباء السورية أن قوات الجيش السوري داهمت قاعدة تابعة لتنظيم إرهابي في محافظة إدلب الشمال غربي البلاد. وقال قادة ميدانيون في الجيش السوري أن القوات السورية شنت هجوما على جماعة الإرهابية التابعة لجبهة فتح الشام في مواقع مختلفة من الجزء الجنوبي الشرقي من محافظة إدلب، ما أدى إلى اقتحام منطقة واسعة تضم أكثر من 50 قرية. وركزت القوات عملياتها على خطوط إمداد للمسلحين وتدمير معداتها ومركباتهم. في الوقت نفسه حطمت عددا كبيرا من المواقع المحصنة في المناطق الجبلية.